بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم على قناة محمد عبده مع الصف الثالث الابتدائي ومحتوى متعدد التخصصات اكتشف للفصل الدراسي الاول مع المحور الاول من اكون بعنوان حياة صحية، والفصل الثاني منه الحفاظ على صحة الجسم. والنهاردة لقائنا مع الدرس رقم 17 النبض ومعدل ضربات القلب. تعالوا بينا مع بعض نشوف ازاي هنشتغلوا مع اولادنا في المدرسة او في البيت. درسنا احنا بنشتغل من دليل المعلم، ودرسنا النهاردة في دليل المعلم من صفحة 95 الى صفحة 98. نواتج التعلم للدرس ان في خلال الدرس ده التلاميذ هيتعلموا كيفية قياس النبض وتسجيل معدل ضربات القلب، وبرضو هيختبروا فروض عن تأثير ممارسة الرياضة في معدل ضربات القلب، وهيحللوا نتائج الاختبار اللي هو عملوه او توقعوه. يعني دي كانت اهداف الدرس اللي احنا هنشتغله النهارده. بالنسبه للمفردات او الكلمات الجديده، كلمه معدل ضربات القلب وكلمه الفروض وكلمه النبض. برضو بالنسبه للتحضير بتاع حضرتك في المواد المستخدمه اللي انت هتجهزها او الوسائل التعليميه، هتجهز اذا امكن يعني جهاز كمبيوتر او لابتوب، يعني عشان برضو يساعدك في توصيل المعلومات. مؤقت، المؤقت ده عشان خاطر نشوف الوقت اللي احنا بنحسب فيه معدل الضربات، وطبعا كتاب التلميذ وقلم رصاص. ده بالنسبة للمفردات والوسائل التعليمية اللي هنستخدمها في الدرس بتاعنا النهاردة. تحضيرك بقى وتجهيزك للدرس، ان في نشاط النهارده هتحدد يعني وقت معين للتلاميذ عشان ينفذوا تجارب متعدده، تتنفذ اغلبها وهم في المقاعد بتاعتهم في مكانهم يعني، لكن ممكن جدا تحتاج ان انت تخلي التلاميذ يتبدلوا الادوار، وده مهم طبعا من خلال انضمامهم لمجموعات مختلفه. يعني مش شرط التلميذ يكون في مجموعه واحده طول الفتره بتاعتك. هتراجع صفحه النهارده في كتاب التلميذ اللي هي معدل ضربات القلب عشان خاطر تحط افضل خطه لتنظيم النشاط. يعني انت هتشوف ايه اللي موجود في الصفحه وهتنظمه ازاي النشاط بتاعك في الصفحه دي. اذا ما توفرش معاك بعض العناصر عشان تجري التجربه، تقدر تستبدله بنشاط تاني يكون مشابه له. هتقسم مجموعات تلاميذك الى مجموعات على حسب المواد بتاعتك، وعلى حسب كمان عدد التلاميذ اللي هم في الحصه شغالين معك. بالنسبه للمهارات الحياتيه في درسنا النهارده، من خلال تعلم لتعرف، ومن خلال تعلم لتعمل. تعلم لتعرف من خلال استراتيجية التفكير الناقد، وده هيوضحوا فيه طرق التفكير بتاعتهم اللي بيفكروا بيها. وتعلم لتعمل من خلال استراتيجيتين، التعاون وصنع القرار. التعاون من خلال احترام آراء الآخرين، وصنع القرار ان هم هيحددوا النتائج، والنتائج المتوقعة كمان اللي هيفرضوها قبل ما تظهر لهم النتائج الحقيقية. درسنا النهاردة هو الدرس السابع في الفصل الثاني، عشان كده هو تعلم لمدة 90 دقيقة. وفي بداية أي درس طبعا بنراجع ونتأمل اللي اتعلموه قبل كده أولادنا، وبنستعرض موضوعات درس النهاردة. قبل ما نبدأ درس النهاردة هنقول لهم هنبحث في جدول متابعة العادات الصحية في كتاب التلميذ بتاعكم، وهنحدد مدى التقدم بتاعكم. بالأمس كان ايه شكله؟ اتناقش مع زميلك المجاور، شوف هل نمت نوم، خدت قسط من النوم كافي، هل الحاجات اللي هي موجودة في الجدول اللي احنا بنعيدها كل يوم في بداية الدرس بتاعنا. ودلوقتي فكروا بقى في الدروس اللي فاتت لما اتكلمنا على طرق الحفاظ على حالة صحية جيدة. هنستخدم وقت للتفكير وهنشارك فيه بعض الأفكار. هختار واحد من التلاميذ بعصي الأسماء عشان يشارك، وبعد كده هختار تلاميذ تانيين برضو للمشاركة. هتقول لهم ان احنا من احدى الطرق عشان نحافظ على الصحة ان انت تفضل دايما نشيط. في الدرس اللي فات اتعرفنا على القلب، والحفاظ على النشاط ده ضروري جدا عشان تحافظ على صحة القلب. يعني لابد ان احنا نقوم بأنشطة عشان نحافظ على صحة القلب. لنكتشف دلوقتي طبعا مش اي انشطة، يعني هنعرف ايه هي دلوقتي. لنكتشف النهاردة بقى المزيد عن عمل القلب عشان يقوم بوظيفته وسبب اهمية الحفاظ على النشاط. عرفنا ان القلب بيضرب النبضات بتاعته يعني ضربات تلقائية. ويعني ايه يقصد بالكلام ده؟ اللي هي النبضات بتاعة القلب اللي بتخرج من خلال الانقباض والانبساط اللي اتكلمنا عليهم المرة اللي فاتت. طب هل يا ترى بيضرب القلب دايما بنفس المعدل هو ولا بيختلف؟ الإجابة طبعا هتكون لأ، لأن في أوقات بيضرب فيها القلب بشكل أسرع وفي أوقات القلب بيضرب فيها بشكل أبطأ. برضو تعالى نكمل كلامنا معاهم. إن دليلكم على إن القلب بيضرب أسرع أو أبطأ أحيانا في رأيكم ليه بيختلف معدل ضربات القلب؟ يعني ايه السبب في انه بيسرع او يبطئ او الضربات بتاعته؟ هنا طبعا ملحوظه لك انت ان التلاميذ هتختلف الاجابات بتاعتهم على حسب التجارب والدرائل اللي هم بيطرحوها. القلب بيضرب عن طريق الانقباض. النشاط المبذول او المشاعر اللي انت بتشعر بيها يعني خايف، مضطرب، سعيد، كل دي بتغير من ضربات القلب، يا اما تسرع منها او تبطئ منها. هنتأكد من ان التلاميذ عندهم دليل على الاستنتاجات بتاعتهم، وده طبعا بيوفر يعني لما اقول له ايه دليلك على الكلام ده. طبعا عملية استخراج الدليل ده او الاستنتاج بتاعهم دي فرصة للاولاد ان هم يتدربوا على المهارة الحياتية اللي هي التفكير الناقد. هنقول لهم شفتم ازاي انتوا بتجيدوا التفكير الناقد زي العلماء الرائعين. دايما بيبدأ العلماء باستنتاج او فكرة وبعدين بيختبروها. تعالوا كده نختبر افكاركم النهاردة. هتوجه التلاميذ الى ان هم يفتحوا صفحة الكتاب بتاعهم اللي هي معدل ضربات القلب للتأكد من عمل التلاميذ في ان هم يشتغلوا في ثنائيات، واطلب من التلاميذ ان هم يقروا الصفحة ويرفعوا رأسهم عند الانتهاء عشان تعرف ان هم خلصوا، وانقل الصف الاول اللي هو موجود في الجدول في الصفحة على السبورة. معلش هم هيفتحوا الكتاب واحنا يعني هنتكلم شوية وبعدين ندخل على الصفحة بتاعتنا. هنبدأ نشوف الصفحة الأولانية اللي هي صفحة 48. بيقول له مارس أنت وزميلك كل نشاط لمدة 15 ثانية وبعدين دقيقة وبعدين دقيقتين. سجل النبض على الفور بعد ما تنتهي من النشاط ده، واجمع عدد النبضات 4 مرات عشان تحصل على معدل ضربات القلب، وبعدها ضيف النشاط تاني من عندك واكتب معدل ضربات القلب وجاوب على الأسئلة بعد ما تنتهي. طبعا التفاصيل بتاعت الكلام ده كله هنشرحها دلوقتي. ايه القصة دي 15 ودقيقة ودقيقتين والكلام ده؟ الأول هو بيسألهم سؤالين كده او 3 أسئلة عشان يشوف الفروض بتاعتهم ايه. يعني في اعتقادك ايه معدل ضربات قلبك وانت بتمارس انشطه مختلفه؟ الولد طبعا لسه ما يعرفش حاجه، هيقول ما دام بمارس نشاط يبقى اكيد هبذل مجهود، يبقى اكيد النبض او الضربات هتزيد. فالولد هيفترض، ده هنا فروض بقى الولد بيفترضها قبل ما يشوف التجربه وينفذ. هيزيد معدل ضربات القلب عند ممارسه الانشطه. طب هنبدا نسال الولد برضه ايه سبب اعتقادك ان هو بيزيد الضربات دي؟ هيقول لان انا ببذل مجهود لما بمارس الانشطه. طيب كلام جميل. هنشوف برضو الجزئيه هنا اللي هي ده كان السؤالين اللي هو بيفترضهم في الاول، وبعدين هيدخل على التجارب اللي هنقول عليها. بس برضو زي ما قلت كده قبل ما ندخل على التجارب هنبدا نتكلم شويه مع الاولاد. في مناقشتنا استفدتم من تجاربكم في شرح أفكاركم عن الأسباب اللي بتؤدي إلى جعل معدل ضرب القلب أسرع أو أبطأ. يعني قلنا على حسب النشاط اللي بيؤدى. ما دام هنختبر بقى أفكارنا يبقى هنبدأ بالفروض. يعني إيه فروض؟ يعني أنا بعتقد ان هيحصل كذا احتمال حدوثه على حسب اللي انا اعرفه او اللي انا شايفه قدامه، واللي قدامي هو اللي انا بفترض على اساسه. طب ايه اللي بتعتقدوه انه بيحدث لضربات القلب؟ تعالوا نبدا كده بوقت للتفكير، وهديكم دقيقه عشان تتناقشوا مع باقي المجموعه بتاعتك. هتكتب على السبوره الفرض بتاعك الواقع ان معدل ضربات قلبي ايه؟ هيقولوا بيزيد او بيقل اثناء الانشطه. طبعا زي ما شفنا من شويه قالوا هيزيد. طب تفسيرك ليه بتعتقد ان ده هو يعني سببه ايه؟ يعني بتعتقد ان الزياده دي سببها ايه؟ ده برضو الفرض بتاعهم والتفسير للفرض اللي هم فرضوه، يعني تخمين باختصار كده، تخمين وبعدين يفسروا التخمين بتاعهم ده ليه هم خمنوا. هستدعي 3 أو 4 من التلاميذ، هكتب جملة واحدة كاملة عشان ينقلها جميع التلاميذ، اللي هو الكلام اللي هيتكتب هنا يعني هينقلوها في كتابهم إذا تشابهت الأفكار بصفة عامة، لكن إذا كان في جمل مختلفة يبقى هتكتب أكتر من جملة عشان ينقلوها التلاميذ إذا طرحوا أفكار مختلفة. إذا ما اتاحتش الفرصة معاك عشان تنفذ نشاط من الأنشطة اللي قدامك، خليهم يشطبوا على النشاط ده، لأن من الصعب إن أنت تنفذه مثلا، واعمله بنشاط تاني مشابه له، يعني عدل المناقشة. طيب برضو هنبدأ نشوف إن إحنا نقول مارس مع زميلك كل نشاط لمدة 15 ثانية، وبعدين لمدة دقيقة، وبعدين دقيقتين. سجل نبضك على الفور بعد ما تنتهي من النشاط، واجمع عدد النبضات 4 مرات عشان تحصل على معدل ضربات القلب في الدقيقة، لأن هو قاس النبض بتاعه. هنشوفه دلوقتي ازاي بيقيسه. قاس النبض بتاعه لمدة 15 ثانية، وهو المؤقت قدامه او الستوب ووتش قدامه او الساعه قدامه، وبيشوف عقارب الثواني 15 دقيقه 15 ثانيه، وبيقف بيشوف عددهم كام نبضه. عدد النبضات في ال 15 ثانيه احنا عايزين نعرفه في الدقيقه، وبالتالي الساعه الدقيقه فيها 60 ثانيه، وال60 فيها 4 15، يبقى هيضرب العدد بتاعه او هيجمعه 4 مرات عشان يحصل على ضربات القلب في الدقيقه. بعدها ضيف نشاط تاني من عندك انت، سايب له مكان هو في الكتاب عشان يضيف الايه النشاط التاني ده، ويحسب معدل ضربات القلب ويجاوب على الاسئله بعد ما يخلص خالص. هنقول لهم بنحتاج ان احنا نتعلم بقى ازاي طريقه قياس معدل ضربات القلب. نقدر نحسب ضربات القلب زي ما قلنا دلوقتي وشرحناها بحساب عدد الضربات في الدقيقه الواحده. احنا لا نستطيع الاحساس بضربات القلب بشكل مباشر، عشان كده يعني ما احسش بيها كده من غير ما اعمل حاجه. اقدر احتسب معدل ضربات القلب بان انا بسجل عدد النبضات، اقدر اشعر بالنبضات بتاعتي دي اللي هي وقت الانقباض والانبساط بتاع الوريد اللي قلنا عليها في الدرس اللي فات، وده يعني بقيسه فين حته من خلال الرسغ اللي هو تحت قبضة الايد على طول او في الرقبة. الاطباء والممرضات بيقيسوا النبض بتاعنا بالطريقة دي. يا ترى هل انت قبل كده سبق لك ان انت رحت لطبيب او ممرضة وخضعت لقياس نبضاتك؟ اذا ما عرفش او اذا كان مر هيقول يعني تجربته ايه، هل مر وقاسوله نبضاته ولا لا. وبعدين هنبدأ نقول لهم طب ايه المقصود بمعدل ضربات القلب. القلب بيضرب في كل وقت، واحنا يعني نقدر نحسب عدد الضربات دي. حط ايدك على القلب اللي هو يعني على الرقبة او على الرسغ زي ما قلنا، وشوف هل انت تقدر تتتبع ضربات قلبك ولا لا. تعالوا كده نتدرب مع بعض. اول حاجة هنحدد ضربات القلب وده اللي احنا بنسميه بالنبض. يا اما هيكون بالشكل ده كده، بحط الصباعين السبابة والوسطى على الوريد اللي موجود، الشريان اللي موجود هنا، بضغط الاصبعين دول. ده اذا كان على الرسغ، والرسغ هو المكان ده. طب او على الرقبة، الرقبة بالشكل ده، وبرضو الاصبعين بنحطهم في المكان ده كده علشان نسمع ضربات القلب. ما ينفعش تحط الابهام، لان الابهام له نبضات مختلفة شوية، فممكن يلخبط معاك في قياس النبضات بتاعتك. انت بتشوف اللي بتحس بيه وانت حاطط السبعين دول، بتحس بيه ضربات كده او نبضات، دي بتعدها انت وقدامك الساعة عشان تشوف كم نبضة انت شعرت بيها في ال 15 ثانية دي، او اذا كان على الرقبة برضو بيبقى بنفس الكلام. كده اولادنا فهموا ازاي هيقيسوا النبض بتاعهم. هنبدأ نقول لهم ازاي بتشعر بالنبض سواء على الرسغ او على الرقبه. ممكن تكون التجربه على الرقبه اسهل بالنسبه للتلاميذ لان بيبقى يمكن اوضح شويه. اتاكد من ان كل التلاميذ حددوا مكان النبض كويس وحطوا ايديهم الاصابع في المكان المظبوط، وبعدين قدروا يحسبوا عدد النبضات. على التلاميذ اللي هم تمكنوا بقى ان هم يساعدوا زمايلهم اللي مش عارفين يحددوا، يعني يساعدوا بعض. يعني هنقول لهم قدرنا دلوقتي نحسب عدد النبضات بتاعتنا لمدة دقيقة او جزء من الدقيقة، وبعدين هنعرف ازاي نستخدم الرياضة عشان نحصل على احد الانماط اللي احنا عايزينها. هل عندكم فكرة عن طريقة الحساب لعدد النبضات في مدة اقل من 60 ثانية اللي هو اقل من دقيقة مثلا؟ ممكن الاولاد يحسبوا نص دقيقة 30 ثانية ويجمعوها مرتين، وممكن يحسبوها 15 ثانية زي الكتاب ما جايبها لهم، وبعدين يجمعوها 4 مرات عشان تديهم عدد النبضات في الدقيقة. هنقول لهم افكاركم رائعة، تعالوا بينا نتتبع عدد النبضات لمدة 15 ثانية. يا ترى انتوا جاهزين؟ اول ما هقول ابدأوا، على كل واحد منكم ان هو يبدأ بالعد وهو صامت عشان يحصل على عدد النبضات. انا برضو هتابع زيكم عدد نبضاتي انا كمان. طبعا عدد النبضات بتختلف على حسب السن، لكن هي يعني بتبقى في المتوسط ما بين 60 الى 100 نبضة في الدقيقة، ودي يعني في الانسان المعتاد اللي هو يعني في سن شباب او حاجه زي كده، لكن لما بيكبر في السن بيزيد عدد النبضات دي، ممكن توصل ل 170. هنقول لهم احسنتم. لما بننظر الى الاعمده في الكتاب بتاعنا هتلاقوا ان انتوا اجريتوا النشاط ده 3 مرات مختلفه. في رايكم اللي هو مره مع 15 ثانيه، ومره مع الدقيقه، ومره ثانيه مع الدقيقتين. ليه احنا بنجري النشاط ده عده مرات؟ يعني ليه بنكرره اكتر من مره؟ طبعا دي عشان نوصل الى نتائج دقيقه. يعني هل في رأيكم، هل بتعتقدوا ان كلنا متساويين في معدل ضربات القلب؟ زي ما قلت من شوية بنختلف. طب تحققوا من ذلك مع زميلكم المجاور. شوف عدد نبضاته هو كام اللي حسبها، وانت عدد نبضاتك كام اللي انت هتحسبها. دلوقتي احنا ما احناش متساويين، احنا مختلفين في عدد النبضات، وده امر طبيعي. عشان كده من المهم جدا ان انتوا تسجلوا النتائج اللي انتوا توصلتوا اليها كل واحد منكم في الجدول بتاعه، لان اجابه زميلك هتكون مختلفه عن اجابتك. وبعدين تعالوا نكمل باقي الصف بتاعنا اللي هو الصف في الصفحه. يعني اتساءل اذا كان هنحصل دايما على نفس النتيجه. ودلوقتي كل واحد منكم يبتدي بان هو يفرض الفروض بتاعته، ولما تنتهوا من كل الانشطه في اسئله عايزكم تجاوبوا عليها في اخر الصفحه. هندي ارشادات اخيره عن الاسلوب اللي هيتبعه التلاميذ في الفصل على حسب اللي انت شايفه قدامك وبتمر في الفصل، عشان تتابع التقدم وتوفر المساعده عند اللزوم اثناء عمل التلاميذ، واذا ما توفرش غير مؤقت واحد او ستوب ووتش واحده عشان تقدر تحدد. يبقى خلي كل التلاميذ يبداوا مع بعض، وانت اللي تدي الاشاره على حسب المؤقت اللي هم شايفينه قدامهم او اللي انت عارضه عليهم. وبعدين ممكن تدي وقت اضافي للتلاميذ عشان ينفذوا الانشطه ويحسبوا عدد النبضات بتاعتهم. معلش، هو يعني الكلام والشرح فيه اكتر من الصفحات اللي قدامنا. يعني الصفحه بتاعتنا اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي هي صفحه 48 اللي اتكلمنا فيها على السؤالين اللي فاتوا، اعتقادك كان ايه وليه السبب في الاعتقاد ده. بعد الكلام ده على طول بنلاقي جدول جايبه اللي هو الصف بتاع بيشرح له، بيقول له فوق معدل ضربات القلب يعني ايه؟ يعني عدد الضربات في الدقيقة الواحدة اقول لك معدل ضربات قلبك قد ايه، تحسبها في الدقيقه وتقول لي المعدل بتاعي هو مثلا 68، هو على حسب اللي انت شايفه او اللي انت شفته وحددته قدامك. النبضات بنحسبها لمده 15 ثانيه وبنجمعها 4 مرات، يعني عاوزين نجيب في الدقيقه الواحده هنقول 17 زائد 17 زائد 17 زائد 17 4 مرات هتديني 68 ضربه في الدقيقه. طيب تعالوا نشوف واحنا جالسين هنعمل انشطه مختلفه، يعني واحنا جالسين لو احنا ابتدينا في ال 15 ثانيه نعد ضربات القلب، فرضنا مثلا انها طلعت 17 زي ما الكتاب قال مع سن التلميذ المناسب له ال 17. طب في الدقيقه الواحده هنا مش هكتب حاجه بقى لان هي 15 ثانيه كانت 17 بس، ممكن انقلها بعد يساوي هنا مش مشكله، المهم ان هي 17. طب في الدقيقه هتتكرر عمليات الجمع المتكرر هنا 4 مرات معايا وهجمعهم يدوني 68 ضربه في الدقيقه. طب احنا عايزين دقيقتين وبالتالي هي في الدقيقه طلعت 68، يبقى الدقيقتين الاولانيه 68 والثانيه 68 ونجمعهم هيدوني 136 ضربه ده في دقيقتين. اذا احنا مشينا في 3 خطوات، الخطوه الاولانيه 15 ثانيه وبعدين الخطوه الثانيه كررنا 4 مرات اداني الدقيقه الواحده، وبعدين في الدقيقتين جمعنا اللي في الدقيقه مرتين اداني الناتج بتاعنا، وده كان اول نشاط اللي هو اثناء الجلوس. طبعا اذا اختلف النشاط عن الجلوس بحاجه ثانيه، الحاجه الثانيه دي مثلا المشي، طبعا المشي هنا اكتر من الجلوس وبالتالي في حركه، فهيكون غالبا هيكون اعلى من ال 17 يعني يكون مثلا 20. انا بدي امثله بس عشان تشوف الخطوات اللي بنعملها ايه، لكن كل تلميذ هيحسب اللي شافه قد ايه واللي عده قد ايه ويمشي بنفس الاسلوب اللي احنا بنمشي بيه ده. طب ال 15 ثانيه 20، يبقى الدقيقه 20 4 مرات مجموعه هيدوني 80. طب في الدقيقتين يبقى ال 80 مع ال 80 اداني 160. طب لو احنا بنجري في المكان برضه هيزيد اكتر شويه، ده هيبقى مثلا في الثانيه 23 مثلا، يبقى بالتالي في الدقيقه 23 هتتجمع 4 مرات يديني 92. طب اذا كان في الدقيقتين والدقيقه الواحده 92 يبقى 92 زائد 92 تديني 184. اظن فهمنا ايه اللي بنعمله، واولادك يجربوا زي ما احنا بنعمل بنفس الطريقه ديت مع الجزء بتاع ممارسه الالعاب الكمبيوتر، برضو يشوفوا في الثانيه قد ايه والدقيقه، وطبعا دي هتكون ازيد واسرع لان فيها عصبيه وفيها هيفوز مش عارف ايه، وعلى فكره دي بتؤدي الى امراض القلب وبتؤدي الى اضطرابات في القلب وفي النبضات وعمليه خطره جدا على الطفل بالذات، ولذلك نحذره من عمليه الانفعال اثناء ممارسه العاب الكمبيوتر. ممكن التلميذ يختار نشاط تاني اللي يحب يعمله ويقيس فيه النبضات وهو بيعمل النشاط ده، ويسجل برضه مره واحده في ال 15 دقيقه ويكررها 4 مرات في الدقيقتين في الدقيقه الواحده، وبعدين اللي يطلع يكرره مرتين في الدقيقتين. ده اللي احنا بنقول ان هم يختاروه اللي هو النشاط الاخير ده على حسب كل ولد ما يشوف هيعمل ايه غير المشي والجري في المكان وممارسه العاب الكمبيوتر. الصفحه اللي هي صفحة 50 بقى في مجموعة أسئلة أو كام سؤال جايبهم، بيقول له إيه أوجه الاختلاف بين معدل نبضك أثناء الجري في المكان لمدة دقيقتين وممارسة ألعاب الكمبيوتر. طبعا ممارسة ألعاب الكمبيوتر بيكون فيها أعلى بكتير من الجري في المكان، أو العكس أقل، يعني الجري في المكان أقل من اثناء الجري، معدل النبض بيكون اقل منه عند ممارسه العاب الكمبيوتر مع انه قاعد، لكن الثانيه واقف وبيجري، مع ذلك معدل النبضات عند ممارسه العاب الكمبيوتر طبعا العصبيه وشد الاعصاب والكلام ده بيزيد من ضربات القلب بتاعتنا. طب في اعتقادك ايه الانشطه اللي بتديك فوائد صحيه امثل؟ على طول الانشطه الرياضيه المناسبه لسني هي اللي بتديني فوائد صحيه لجسمي. طب هل تعتقد ان ده صح؟ اعتقادك اللي انت اعتقدته ده ان ممارسه الانشطه الرياضيه المناسبه هتديك فوائد صحيه، هل اعتقادك ده كان صحيح لما اتاكدت من الكلام ده؟ الولد هيرد ويقول نعم. ليه نعم؟ لان ممارسه الرياضه بتساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، بالاضافه لان هي بتحد بشكل كبير من التوتر والقلق وتحسين الذاكره واليقظه وتقدير الذات والثقه. يعني لها فوائد كتيره جدا عمليه ممارسه الانشطه الرياضيه بالنسبه للجسم وللقلب بالذات. طيب بعد كده هنبدا الأولاد جاوبوا على الأسئلة، هنديهم مجال عشان نتناقش معاهم عن النتائج، وده طبعا بيوفر لهم مهارات حياتية، التعاون ومشاركتهم مع بعض واحترام آرائهم، والقرار اللي بيتخذوه هتبقى صنع القرار والتعاون. هنبدأ نقول لأولادنا إن ممارسة الأنواع المختلفة من التمرينات دي بتدي نتائج مختلفة. ممارسة التمرينات بتقوي عضلة القلب، بتزيد حركة العضلات، ومادام زادت حركة العضلات فهي محتاجة أكسجين، فعشان كده الدم بيمشي فيه كمية أكسجين، يعني كمية الدم بتكون أكتر عشان محتاجين أكسجين أكتر. بعد الاكتشاف اللي احنا اكتشفناه ده، يا ترى ليه بتعد ممارسة التمرينات مهمة جدا؟ طبعا الإجابة قلناها مرتين دلوقتي، هنا بقى هيتذكروا إن القلب، ننبه عليهم يعرفوا يعني إن القلب عضلة من بين العضلات، بنقدر نقوي عضلة القلب بإن احنا بنمارس التمرينات. كل ما كانت عضلة القلب قوية كل ما عملت بفاعلية أكبر، ولكنها زيها زي أي عضلة لابد إن هي ترتاح وتاخد راحتها. في الختام هنوظف نهاية درسنا عشان نناقش تلاميذ حوالين عملية التعلم، ونشجعهم على التفكير والتأمل والمشاركة والاستماع، وبرضه هنلفت نظرهم إلى جزئية مهمة جدا، إن أنتوا النهاردة كنتوا علماء ونقاد وتمكنتوا من إن أنتوا توصلوا إلى الإجابة عن أسئلتكم. تذكروا بقى دايما إن العلماء برضو عندهم فروض بيفرضوها قبل اختبار أي فكرة، وبنستنتج من كده إن مش شرط من الضروري إن تكون كل الفروض صحيحة، لأن إحنا شفنا من أول سؤال لما قلنا الأنشطة قلنا بتزيد التوقعات التلاميذ كانت إنها بتزيد من ضربات القلب وبتزيد من معدل الضربات بتاعتها، لكن اكتشفنا ان ده بيختلف على حسب الفروض، يعني ليست كل الفروض اللي احنا بنفرضها بتكون صحيحة دائما. كلنا بنخطأ وبنتعلم من الاخطاء دي، بالطبع العلماء بيخطأوا وبيتوصلوا الى فروضهم والى ان فروضهم كانت خطأ. بعد الاختبار بتاع الفرضية اللي هم فرضوه بيتحقق العلماء من صحة الفرضية دي او عدم صحتها، هل هي صحيحة ولا لا. العلماء دايما بيحرصوا على معرفة كل ما يخص العالم من حولنا. تعالوا حيوا كل واحد منكم زميله لهذا اليوم المليء بالمعرفة. بكده يكون وصلنا لنهايه لقائنا النهارده. شعار القناه موجود هنا، المسه هتظهر كلمه اشترك، اضغط عليها يزيد العدد واحد، لكن اشتراك غير فعلي، عشان كده لازم تضغط على الجرس وتضغط على كلمه الكل عشان اي فيديو ينزل على قناه محمد عبده يجي لك اشعار بيه بمجرد ما ينزل الفيديو. ما تنساش الشريط اللي بيمر في الفوق من فوق ده هنا بيقول لك ان صورة القناة بتاعتي من تحتها من ناحية الشمال في الروابط بتاعت قنواتي على اليوتيوب وجروبي على الفيسبوك، عشان تضغط عليهم وتدخل، ويسعدني انك تشترك وتنضم للجروب بتاعي على الفيسبوك. هنا شعار القناة، هنا الرابط، هحط لك هنا درس اللي فات، وهحط لك هنا رابط قائمه اكتشف كلها، لو ضغطت عليها تتفتح الدروس معاك، واذا كنت بتدي رياضيات برضه هتلاقي القائمه بتاعتها هنا، تضغط عليها تشاف الدروس كلها هتلاقيها بالترتيب، بالاضافه لان في هاشتاج للرياضيات وهاشتاج لاكتشف، الاثنين تحت الفيديو، بين الفيديو وبين العنوان، لو ضغطت عليهم تدخل على الدروس، وجنب عنوان الفيديو اذا توافر مكان هحط لك رابط للقناتين برضه، قناه براعم مبدعه للترم الثاني دروس ومراجعات، وقناة معلم الرياضيات للترمين مراجعات من خارج الكتب من كيجي الى ثالثه اعدادي. وبكده يكون وصلنا لنهايه لقائنا النهارده، اشكركم مع اطيب تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.